الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدًا وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم يا حبايبي، عاملين إيه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير حال وفي صحة وعافية. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع الأحلام. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن رؤية الجناين ورؤية الفاكهة في المنام. طبعًا إيه، مش كل الفاكهة، بس بعد هناخد إيه كم نوع فاكهة كده. رؤية الجناين يا جماعة في الأحلام، هي الجناين عامة أو الحدائق بتدل على المرأة. يعني إيه؟ يعني لو واحد حلم إنه هو دخل بستان أو بيسقي بستان، فإذا كان هو عازب إن هو إيه، إن شاء الله دي بشرى ليه، إن شاء الله إن هو هيتجوز أو هيرتبط. طيب لو واحد متزوج واتجوز يعني وحلم إن هو بيسقي بستان، ده إن شاء الله بيدل على حمل زوجته ببشرى، إن شاء الله إن هو زوجته هتحمل ان شاء الله، وان هو هيرزق ان شاء الله بمولود جاي في السكه ان شاء الله. وكمان لو اي واحد بيحلم برضو ان هو بيزقي الجنينه بتاعته او بيزقي داخل في جنينه بيسقيها، دي برضو بتدل على الحكمه وبتدل على العلم وعلى الدين، صلاح الدين برضو، ان هو دين يعني ايه متدين، وان هو ايه متمسك بالدين. وطب لو ان انسان حلم ان في قريبه المتوفي او والده المتوفي او والدته المتوفيه في بستان، طبعا دي بتبقى بشرى ان هو بيطمن على الميت اللي هو شافه دوت، ان هو ان شاء الله في خير حال وان هو في النعيم وفي الجنه. طب لو في واحد مجاهد او جندي حلم ان هو برضو دخل بستان او دخل جنينه، فدي برضو بتبقى بشرى ليه بالشهاده، فان هذا الجندي هيموت ان شاء هيموت ايه شهيد. طب لو واحد شاف ان هو بستان والبستان دوت الشجر دوت اللي في البستان ده بيتساقط منه الورق، ورق الشجر ده بيتساقط، دي بتبقى رؤية غير محمودة وبتبقى دليل ايه على الفقر والمرض او المرض يعني. طيب ورؤية الشجر، الشجر يا جماعة بتبقى رمز للرجال، فاللي مثلا لو واحدة مثلا هترتبط بحد وكده وبتحلم ان هو مثلا شايفة في جنب منه شجر او في شجر حلو كده، فده دليل على ان الانسان ده كويس. وكمان اللي هو هنتكلم كمان عن شجر الزيتون، شجر الزيتون خصوصا يعني لو حد ايه شجر الزيتون ده بيبقى كويس جدا، بس الزيتون ذات نفسه بيبقى معظمه بيكون هم وحزن، وساعات كمان بيدل على حمل المرأة، لان برضو احنا عارفين ان برضو ربنا سبحانه وتعالى وصف الحمل بان هو ايه وهن على وهن، ان هو برضو ايه تعب وهم. فبرضو ممكن يكون ان هو الزيتون يمكن يتفسر ان هو بيبقى هم او زعل، وممكن يتفسر ان هو ايه حمل، بشرى بحمل. تمام. نتكلم بقى ايه على الفاكهة، نتكلم عن التفاح. يا جماعة التفاح الحلو هو بيبقى رزق حلال، ويمكن يكون بشرى ان مثلا لو واحدة حلمت او واحد حلم ان هو جايب شاري تفاحة او تفاحتين، يعني بتبقى عدد بسيط، فهي دي بتبقى دليل على الولد ان شاء الله، الولد اللي هو المولود الذكر. تمام. لكن عايزة اقول حاجة، ان الفاكهة عامة فاوانها بتبقى تفسيرها جميل، لكن قليل قوي من الفاكهه بيبقى تفسيره مش حلو لما بتكون في غير اوانها. طب لو حد حلم ان هو شم تفاحه او معاه تفاحه في مسجد، دي بتبقى بشرى ليه بالزواج. ولو حد حلم ان هو بيشم تفاحه او واخد تفاحه في وسط ناس، فدي تبقى ليه شهره ان هو هيشتهر. لو واحده اكلت حلمت ان هي بتاكل تفاحة، بشرى ليها بالولادة زي ما قلت بمولود ذكر. يبقى ايه، والتفاح الاخضر طبعا بيبقى حلو في معظم الاحوال. ولو حد طيب معاه لقى جاب تفاح ده، بص ما خد في الحلم ده تفاح ده بلان او فاسد، ده بيبقى مال حرام او بيبقى هم. يبقى اذا ايه التفاح كمان مرتبط بحالته، اذا كانت التفاحة جميلة وحلوه كده اهوت، فتبقى هي اكيد رزق ومال حلال او ولد، فهي دي بتبقى تفسيرها. اما اذا كانت التفاحه دي فاسده او ان هي حامضه او دبلانه، فدي بتبقى تفسيرها ايه مش حلو. ورؤيه الكمثرى، الكمثرى يا جماعه ممكن تكون ورث، لان ايه بتبقى
يعني حد، خصوصا لو ان حد حلم ان هو شايل كده ايه، شيله كمثرى كده ورا ظهره، او شايل شيله او كيس، كيس فيه كمثرى، دي برضو بتبقى ايه، رزق ان شاء الله. او ولد، تمام. لا، وقد تكون الكمثرى مرض او حزن لو حد ايه اكلها. ماشي. ورؤية الخوخ، هنتكلم برضو عن الخوخ. الخوخ يا جماعة في غير أوانه برضو مرض، وبيبقى مش حلو، لكن اللي هو بيحلم ان هو في أوانه بيبقى حلو جدا، خصوصا كمان لو ان الخوخ ده حلو كده هوت، وشكله جميل كده، وجايب كيسة، وهو برضو بيبقى شايل الشيلة دي وهو فرحان او مبسوط يعني، فدي بتبقى بشرى ان هو هيجمع فلوس كتير، وان ربنا ان شاء الله هيرزقه وهيوسع عليه. والخوخ الاخضر احيانا بيكون هم، بس من جهة حد قريب، يكون اخ مثلا، حد من القريبين قوي. والمشمش، رؤية المشمش هو لونه، طبعا عارفين ان الحاجة في الحلم لو فاكهة، لو لبس، لو اي حاجة، وبيكون لونها اصفر، فاللون الاصفر يا جماعة عامة مش بيبقى حلو، لان الاصفر عامة بيدل على المرض. بس اللي هو بيحلم ان هو بيقطف المشمش، دي بتبقى بشرى ليه بالزواج. لو مسك مشمش كده وقطفه، دخل كده اهوت عند شجر مشمش وبيقطف منه، فدي بشرى بالزواج. وممكن تكون ان هو برضو ايه هيلم برضو ايه رزق، فيبقى ايه فلوس. وهنتكلم عن كمان ثمرة التين. التين يا جماعة ده من احسن الحاجات اللي الواحد ممكن يحلم بيها ويقوم متفائل، لان هو بيبقى حلو جدا في المنام، لان طبعا احنا عارفين ان التين دوت من الفاكهة اللي هي ذكرت في القرآن، وذكرت بحاجة حلوة في القرآن، فهي بتبقى بشرى بفلوس كتير وبخير كتير، وممكن تكون كمان بشرى بولاد كتير، ان هو الانسان اللي بيحلم اللي هو معاه تين كده هو ياما، او في بيته تين ياما، فهي ديت بتبقى برضو بشرى ليه ان هو هيكون ان شاء الله عنده ولاد كتير، وهيجيب عنده بقى ذرية كتير. وفي حالات قليلة قوي ان هو بيكون ايه اهم، لكن هو اغلبه ان هو بيكون حلو، بيبقى ممكن يكون هم لو واحد حلم ان هو بياكل التين. والعنب بيدل على الستات، فيعني ايه، يعني لو واحد حلم ان هو معاه عنب او حاجة، فهو بيبقى هيتجوز، ممكن ان هو هيتجوز هيرتبط. ولو واحدة طب حلمت ان هي بتاخد عنب، فدي بتبقى بشرى ليها ان هي ان شاء الله هتحمل، ولو كانت حامل بتبقى بشرى ليها ان هي احتمال تجيب بنت. والعنب الاخضر هو رزق وخير، والعنب الاسود بيكون جماعة احيانا مرض وهم. ورؤية الزبيب برضو بتكون جميلة جدا، سواء كان غامق او احمر او فاتح او اسود او اي حاجة، على حسب الكمية. وعنقود العنب فلوس كتير، ومجموعة يعني ايه واحد بيبقى ايه متجمعة مع بعضيها، لان عارفين ان العنقود بيبقى العنب كله مع بعض. تمام. واتمنى ان شاء الله ان انا اكون افدتكم، وعايزة اقول لكم ان شاء الله تابعوني في دنيا فاطمة الساحرة، ان شاء الله هتفسروا حلمكم بنفسكم ان شاء الله كده. واتمنى لكم كلكم احلام سعيده وكلها خير، وان شاء الله اذا عجبكم كل دوت ان شاء الله ما تنسوش ايه اللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.